باش نسمعوا اخر اغنيه مع الهاشمي المتماتي قبل ما نستقبلوا نعرفوا الجديد الفني، وباش نحكيو معاه عن العديد من الاغاني عنده، ولكن الى حد الان مازال الهاشمي المتماتي يقدم في الاغنيه الترابيه الشعبيه.
شكرا لك هشام الماتماتي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. سعيده جدا ان نستقبلك اليوم لاول مره في برنامج ويكاند ماك، مرحبا بك. يعيشك نعيمه، ميرسي على الاستضافه. يعيشك. هذه الاغنيه كانت من البومك الاخراني؟ من البومي، هذه من اخر انتاج معناتها من الاغاني اللي عملتها. هي ساعه قبل كل شيء ناخذ حق الشعر وحق معناتها الملحن. هي تهذيب محسن ابو جسر ماطري، ومعناتها التراث معناتها التونسي والمحافظة على التراث. انت تعرف محافظة على التراث معناتها من تراث قيمة كبيرة، إذا ما حافظوش عليه وتحافظوا عليه أنتم مخصوصا اللي تغني والشباب. ومعناتها هو محسن ماطري معناتها واللي هذبها، هي فكرة كفكرة يأتي الصحة معناتها المجال. وأنا بديت حي هاشمي عديد الأغاني، عديد الألبومات. برك الله، أنا عندي تو تقريبا 86 أغنية ما شاء الله، وعندي معناتها 17 سي دي، وعندي جديد ان شاء الله مازال ما خرجش. مازلت صغير رغم انك ذولي بديت شويه هذاك 17 البوم ساعات. لا مش في العمر نحكي، في التجربه الفنيه، خاطر ساعات تلقى فنان كبير في العمر وفي الكارير نتاعو تلقى عامل ثلاث اربع البومات. بالطبيعه هذوك ما نعرفش، انا الراب وخلاء بقينا انا بخل ما يحبوش ينتجوا. بالطبيعه ما يحبوش ينتجوا وما يحبوش يصرفوا زادة. مش صحيح. كل عام نسجل معناتها قولها مش صحيح. لا صحيح، انا كل عام معناتها نسجل، كل عام نفركس على الغنيه الحظ اللي نحب عليها. انا لقيتها، انا نجحت من سنه 94 بني سيلموني، معناتها لقيت حظي نجحت من مره الاولى. من بعد قعدت شويه هكا، ومن بعد معناتها فهمت قعدت معناتها نتبع قاعد ننجح، اما فايز مانيش معناتها قاعد ننجح معناتها بالبدا فهمت. وزيد زياده ان شاء الله نجح جاي بقدرة ربي، انا حاس بروحي اللي باش يجي نهار وننجح معناتها باذن الله. طالما انسان يخدم راهو الخدمه تجي في النهايه، لازم واحد باش ينجح. نشوف الاغنيه نتاعك فما بحث كبير في التراث وفما اضافه اخرى في التوزيع الموسيقي، تحس انه نغميت نتاعك فيهم برشا بحث، ما يشبوش لبعضهم الاغنيات اللي غنيتهم الكل هشام. بالطبيعه ما يشبوش، خاطر كل اغنيه عندها معناتها عازفها، عندها الموزع نتاعها، وكل جو نعملوا له جو معناتها وناخذوه معناتها على الايقاع معناتها نتاعنا الجديد هذا معناتها الناس معناتها على حسب الايقاع الجديد. وكل اغنيه نعطوها حقها معناتها في توزيعها، وكل واحد برك الله برشا شعراء معناتها عندهم افكار حلوه زادة معناتها ينتجوا في وعندهم افكار حتى في توزيع، وموزعين نتاعنا نتاع تونس وخارج تونس حلوين زادة معناتها هم اللي يقوموا بالاستضافه. سمعنا الاغنيه، تحبوا نسمعوك من غير موسيقى في اللايف؟ في اللايف غني لنا حاجه ترى نسمع. انا عندي جديد، تحب نسمع الجديد؟ ماذا بيا نسمع؟ تحب نسمع القديم اللي تحب انت، اللي تراه انت. نحبوا المقطع الصغير سمعنا للناس اللي شاهدوا فينا من غير موسيقى، هكا نستمتعوا بصوتك فقط. باهي اوكي تفضل. أمان 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 أمان، يما سامحيني يما سامحيني، يما سامحيني يما سامحيني، وصلني جوابك بك عيني والله بك عيني. أمان أمان يما 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 سامحيني سامحيني يما سامحيني، وصلني جوابك بك عيني. سامحيني يما سامحيني، وصلني جوابك بك عيني. عليك ماني مطول الغربة، عليك ماني مطول الغربة، تو نرجع لك وتذميني،
تو نرجع لك وتذميني يما 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 سامحيني. يعطيك الصحة. مشاريعك المستقبل يا شانا جديد؟ إن شاء الله الإنتاج الجديد هذا إن شاء الله يكون حاضر معناتها قريب إن شاء الله في أول جمعة من الشاعر والملحن والمغني فنان شعبي حلو برشا اللي هو اسكندر جويني يظل عاد غني اعترف. وعندنا بعض الشعراء معناتها حلوين زادا قاعدين يحضروا لي فيها غني بين ان شاء الله قرة ربي من الاول جوان ان شاء الله ضربت الحظ المره هذه مع ماما ان شاء الله يا ربي. يعطيك الصحه يا شكرا لك على الحضور، اتمنى لك نجاح وتوفيق. شكرا.